اسمحي لي، بما اننا خدنا على بعض وحبينا بعض اشرط عليكي شويه شروط. اتفضل اشرط. احنا عندنا الستات ما بيشتغلوش، الست هنا لبيتها وجوزها واصحابها. اقسم بالله لو جيت في يوم قلت لي عايزه اشتغل لاظبط لك حته شغلانه. متشكره قوي. لا على ايه، ما تقلقيش، مصاريفك كلها هتبقى عليا، اكلك وشربك ولبسك، انت بس هيبقى عليكي باقه النت وهدلعك كومبوت. كومبوت؟ انت عارف يا زيزو ان والله العظيم عمري ما هنساك وعمري ما هنسى اليومين دول. نيلي نيلي يلا يلا، فين الفلوس؟ هفهمك بعدين. فلوس ايه يا جدعان؟ دي فلوس كده استلفتها منها، هديها لما نرجع مصر. يعني هتقطعوا بعض في الغربه عشان قرشينات؟ وانتوا هترجعوا مصر امتى؟ لازم نرجع دلوقتي حالا. ايه اللي حصل؟ ايوه يلا يا سيف يلا يلا. مش قادر اسوق، مش عارف اسوق. انا قتلته. ايه ده ايه ده؟ قتلته. ايه ده ايه ده؟ قتلته. قتل مين؟ قتل الوقت يا باشا، اصل انت فاهم الوقت لو ما قتلتوش هيقتلك هو. مش عارف اسوق. خلاص خلاص انا هسوق انا هسوق. لا ما حدش يسوق عربيتي. هتعرف تسوق؟ مش عارف اسوق. خلاص يبقى تعالى بقى. طيب طيب باي باي بقى يا زيزو. ايه ده؟ هتنتهي قصه الحب العظيمه بسرعه؟ ما عايز بس يعني الحاجه تقابل الحاج. مين الحاجه ومين الحاج؟ الحاجه امي تقابل الحاجه بوكي. انت عايز تقابل بابي؟ يا ريت. طيب العنوان ما يتوهش خالص، مجمع ترى سجن المزرعة. ايه ده؟ ابوكي ظابط زميل؟ لا مسجون. ما قلتليش ليه؟ كنت اوصي عليها ابويا. باباك ظابط هناك؟ لا مسجون برضك بس مسيطر. باي 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 يا عسلية. ما تخافش يا سيف. اهدى اهدى. السلامة. بقول لك ايه، ادوس على انهي زرار؟ انت مش عارف تسوق. لا لا عارف عارف. انت مش عارف تسوق. عارف والله عارف. بالراحة عليه. تنسيش تعملي لي متابعه على الانستجرام. البت وقعت. ايه ده؟ وانا مين هيروحني؟ انا بخاف من الجهاز العملاق ده. يا نيلي يعني مؤاخذه، هم حلوا الكلمات وبعدين قالوا القصه؟ مظبوط سعادتك. اه ودي قصه ايه بقى؟ قصة عقد الجدة بطة. يعني ليلة القبض على بطة. القصة نفسها ايه هي؟ صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. زيد النبي صلاة عليه الصلاة والسلام. كانت الجدة بطة تعيش في مزرعة سعيدة، وكانت تجري وسط المروج والزروع وتسبح في البحيرة الزرقاء. ايه يا أبلة فضيلة، انت بتنايم نختك ألا؟ ايه القصة على طول؟ ما أخذ أقولها. أنا آسف سعادتك. اتفضل. جدة بطة دي أصلها كان عندها عقد غالي قوي قوي قوي. كويس. وكان في واحد عايز يشتريه منها عشان يقدمه لمراته هدية في عيد جواز أذنه. حلو. لكن للأسف. خير. للأسف تأتي الرياح بما لا تشتهيه السفن. إيه حصل إيه؟ العقد ضاع. 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 لكن لقوه بعد كده تحت واحد اسمه لوز. تحت إزاي يعني؟ زي ما انت فاهم ساعتك. عقد الجدة بطة غالي قوي. يا ابن الايه يا ميكي؟ يا ابن الايه؟ خلاص هذا ضح محلوله مؤاخذة. خلاص ازاي سعادتك ومحلوله ازاي؟ نروح مؤاخذة الجدة بطة ونجيب منها العقد. ايه ده؟ هو حضرتك تعرف الجدة بطة؟ اعرفها. ايه اللي اعرفها؟ مؤاخذة عز المعرفة. لا ما اعرفش حاجه. ما ازاي بس يا عم بندق؟ ده احنا قلنا انت اللي هتجيب لنا الخلاصه. انا قلت ما اعرفش بقى، وما تضغطوش عليا اكتر من كده، انا مش هقول اي حاجه. طب وبعدين؟ ما نروح لبابي يمكن هو يكون عارف. احسن. وان شاء الله مش هتعرفوا، عشان تبقوا تروحوا بورسعيد وتخشوا عليا كده وايديكوا فاضيه. احنا كنا في ايه ولا ايه يا خالتي؟ طب ده المرحوم الله يرحمه ويبشبش التوبة اللي تحت راسه كان دايما ياخدني قرية النورس، وكان يجيب لنا ام الخلول بالكيلو بالاتنين كيلو، ومنين ما نقعد بقى اشري 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 اشري. انا مش مصدقة ذكرياتك المقرفة دي. دي مش حاجة تفتكريها وتفتخري بيها على فكرة. يا جماعة انتوا بتتكلموا في ايه؟ احنا لازم نعرف اول ميعاد زيارة لعمه عشان نسأله. طب افرضي رحنا وطلع مش عارف حاجة. ما تفوليش في وشنا يا بنت انت واسكتي. انت بتعمل كده ليه يا عم بندق؟ في ايه؟
يا عم انت بتعمل كده ليه؟ اصلي جده ميكي كان يقصد بالجده بطه الاستاذه فاطمه النقراشي. انت موطي صوتك ليه؟ اصله كان متجوزها. متجوزها؟ متجوزها؟ الف مبروك. لا لا ما تشغليش بالك انت بالحاجات دي، خليكي بس مركزه مع شعرك الحلو ده. بقولك ايه، ما تقومي افرجك على الكرتون، على حرب البلابل انت بتحبيه. يلا يا حلوه خدوا راحتكم بقى. ها يلا يا حبيبتي لحسن يفوتك. يلا كمان متجوزها؟ مش كفايه مدوخنا وراه باللغز بتاعه ده؟ طب ايه حكايه بطه دي؟ دي كانت نزوه في حياته. اصل في حبه ايام كده كان زعلان مع ماما ميمي، قام الست بطه احتوته اتجوزها سنه. كانت احلى سنه في عمره كله. كان مديها بقى العقد ده اللي في المجله هديه بتاعت الشبكه بتاعتها. العقد ده اصله اثري، ده بتاع الاميره فوزيه. طب هو انت عارف هي ساكنه فين بطه دي؟ طبعا عارف. كان هنا الجد بطه ساكنه في سيتي ستارز؟ لا البيت بتاعها كان هنا. يا سلام يا سلام يا اولاد ذكريات. البيت ده كان جميل جدا جدا، وليه جنينه كده كانوا تملي يلعبوا فيها سوا، وفي كشك وكلب، كلب صغير اسود كان تملي. انا مش فاهم ليه بس بيهدوا البيوت القديمه الجميله دي ويروحوا حاطين مكانها الخرسانه دي. مش ممكن، بلد كلها بقت غابه من الخرسانات. هو انت اخر مره جيت هنا كان امتى يا عم بود؟ من 40 سنه بعد العبور على طول. اوكي طب نسال مثلا الجيران يمكن يقولوا لنا عنوانها فين. جيران مين يا حبيبتي؟ بيقولك ما جاش من 40 سنه، يعني اصلا ما كانش في مدينه نصر. طب هنلاقي فين الجده بطه دي؟ هو انتوا عاوزين الجده بطه نفسها؟ امال ايه يعني؟ الله، لا تروحوا لها دار المسنين. دار المسنين؟ ايوه ما قاعده في دار المسنين. ايه ده؟ طب انت ليه ما قلتش من الاول انها في دار المسنين؟ ما انتوا قلتوا عاوزين بيت الجده بطه، جبت لكم بيت الجده بطه. انتوا لو قلتوا عاوزين الجده بطه نفسها كنت جبتكم على طول. بصوا انا عاوز الاسئله مباشره ومحدده، اجاوب انا على طول. واضح ان مش جده بس هو اللي حابب يلففنا. تبعت لنا عم بندق كمان عشان يشيل لنا. طب انت تعرف فين دار المسنين دي؟ ايوه طبعا. ربنا يستر. طب متأكد ان احنا هنلاقي الست اللي اسمها بطة دي هنا ولا ده من تخيلاتك برضو؟ طبعا متأكد، ده انا اللي موصل ست فاطمة هنا في دار الشفا بنفسي. ثانية واحدة، دي دار المنى، are you sure؟ واتفر يا بنتي. ايه ده؟ مش دعم دهب؟ وده ايه اللي جابه ده؟ تعال نشوف. اهلا اهلا اهلا، ازيكم يا بنات؟ ازيك يا عم؟ ازيك يا انكل؟ ازيك يا بندق؟ الحمد لله. ازيك انت يا عم دهب؟ الله، انت اللي جابك هنا؟ مؤاخذه زياره يعني. تعرف حد هنا ولا ايه؟ ما انت عارف يا بندق حبايبي يا مؤاخذه كتير. انتوا عاملين ايه يا بنات؟ هو مش انت سواق البيجو بتاع اللي وصلنا بورسعيد؟ وانت برضو الجرسون بتاع الباي باي درينك بتاع البنسيون؟ وانت برضو نفس الشخص. اهلا 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 وسهلا، ازي حضرتك؟ هو انتوا تعرفوا بعض اصلا؟ مين؟ عم دهب؟ لا ده انا لسه بقابله بالصدفه دلوقتي. استاذن انا بقى عشان سايب التاكسي لوحده. استنى افتح العربيه. مؤاخذه اصل بسيب مفتاح العربيه معاه عشان اما اجي داخل مثلا مفاتيح العربيه يعني ما تبقاش كده يعني. طب ما تسيب مفاتيح العربيه معايا عشان انا مش هستناك في العربيه عشان الدنيا مش شمس. روح الحته اللي مش على مزاجك استناني فيها يلا. طب مش هستناك تحت العربيه عشان الدنيا مش شمس. ما تستناش في اي مصيبه، فكر على الله. حاضر يلا. وانتوا جايين تعملوا ايه هنا يا بنات؟ احنا كنا جايين يعني نتفرج على المكان كده عشان لو عجبنا نحجز فيه، لان خالد شريهان حرام كبرت وخرفت قوي. طب هو انا مش كنت قايل لكم برضو اما تكونوا عايزين مؤاخذه اي حاجه تكلموني علشان احلها لكم؟ بس احنا مش عايزين حاجه. بس انتوا لو مؤاخذه تفتحوا لي قلبكم وتقولي لي على مشاكلكم ايه، انا مؤاخذه احلها لكم على طول. ربنا بيجيب مشاكل يا عم ده. مش القصد مشاكل يا بندق، انا قصدي يعني يكونوا عايزين حاجه، بيدوروا على حاجه، مؤاخذة عايزين يسألوا على حاجة. ما نتحرمش منك يا عمو، يلا بينا بقى عشان نلحق ميعاد الزيارة. زيارة ايه؟
مؤاخذة انتوا مش تقولوا جايين تشوفوا المكان؟ اه ما انا اقصد زيارة المكان كده اهو. طب ماشي هروح انا بقى عشان اشوف اللي مش مستني ده مش مستني فني ده قبل ما يتوه. انت غبية قوي اسم الله قوي.